البرنامج اللي اخواننا يتسابقون فيه الصبر وها ما لناش حقكم الا في العلم الطيب فيقول له صار مالك على دنياك صبر وعزوم ما انت معدي على القمه وروس الطوال الرجل لو طاح له 90 طيحه يقوم القومه اللي يريد منها قراح الزلال ما يكسب الفوز غير محط مين الرقوم ولا يورد الجم غير الا طوال الحبال ولا يلحق الوقت لوم ويلحق الناس لوم اللي يبى النوم والراحة وفي الظلال اسلك دروب القروم اللي يتسمى قروم اللي يشيلون ما شالت ظهوره الجمال ولا يغرك كلام مرتاح وانت مخدوم مغرفة بدلوك ما يسقنك ذلية الرجال واطمح واقنع ولو ما عطاك الله يكود الهدوم اللي رضيت بنصيبك عشت مرتاح بال وكب الطريق المعروج لو عطوها العموم لصارت اخطاك تمشي في الطريق العدال وتغنم العمر يوم اعمارنا ما تدوم والله ما ندري وش اللي في بطون الليال سلام الله يا رب انا جاتني رساله والله انها صدق كلام صحيح جاتني رساله من ابي الغالي مدرسه من عيني العرجاني الله يحفظه الله يحفظه استاذنا مالك الله يحفظه الله يحفظه يقول قد تابعت برامج شعريه